اقصد كيفاش جاتك مبادره تاع اطلاق شارع الوزيز باسم شارع عبد الله الشرقاوي رئيس مقاطعه او رئيس جماعه المعارف سابق؟ سي عبد الله الله يرحمه عاش معاه واحد التجربه اساسيه في الفتره 97-2003، وكانت من المحطات الاساسيه في التاريخ ديالي النضالي وفي التجربه الجماعيه. سي عبد الله يستحق هذه المبادره الجميله لانها اعتراف بواحد من رجالات اللي خدموا مدينه الدار البيضاء، ورجل وطني بامتياز، يعني الكل كيعرف هذه القضيه. وبالدعم ديال سي عبد الله، انت كنتي صحفي شاب انذاك، بالدعم ديالو اسسنا التجربه ديال جماعه المعارف اللي فيها التسميه ديال الازقه والشوارع باسماء ادباء مفكرين شعراء فنانين. انت هنا حداك شارع الحياني، كاين العربي العربي الدغمي، كاين عبد الرزاق حكم الله يرحمهم، كاين واحد مجموعه الاشياء. ومعاه اسسنا التجربه ديال رمضان المعارف وربيع المعارف اللي اصبح واحد النموذج في المغرب. ولكن الميزه ديالو ذاك الوقت كل الفعاليات الثقافيه والفنيه بمدينه الدار البيضاء جمعناها، ومن خلال هذا لنا واحد البرنامج تشاركي. وطبعا سي عبد الله كرئيس دعم المبادرات اللي درت في هذا العمل، هو والاخوان في المجلس ديال الجماعه. لكن سي عبد الله عنده بصمات انسانيه قويه، رجل لا يرد احدا، رجل خدوم مع الناس، كتبان فيه واحد الجديه والصرامه اللي هي مطبعو، ولكن رجل فاعل وعملي بالدارجه المغربيه كنقولوا الله يرحمه قد فمه قد دراعه. اليوم كنحضروا طبعا هذا الوضع ديال هذه اللوحه اللي كتجسد اطلاق اسم المرحوم عبد الله الشرقاوي على هذا الشارع. هذا هي مناسبه اولا باش كنشكروا المجلس السابق لانه هو اللي كان خدا بالاجماع هذا المقرر الذي يقضي بتسميه هذا الشارع بهذا الاسم، كيف ما خدا مقررات اخرى تتعلق بتسميه شوارع اخرى على رجالات السياسه والمقاومه في داخل المنطقه ديال المعارف. فهذا في حد ذاته بطبيعه الحال كيعكس من جهه ثقافه الاعتراف بمن سبقونا الى تولي بعض المهام والمسؤوليات على مستوى تدبير الشان المحلي او الوطني، اللي من خلال التدبير ديالهم ارخوا وخلدوا لذكرهم من خلال ما وسموا به تجربتهم ومرحلتهم من مواقف، من اسلوب في التدبير، من منهجيه في العلاقه مع الاخر، من اثار تنمويه في الواقع، من تعامل مع الموظفين، من تعامل بديمقراطيه مع كافه الفرقاء. لذلك ونحن نخلد الاسماء ديال البعض من هؤلاء، فاولا لانهم تميزوا، وهذه التسميه هي في نفس الوقت تعني بقدر ما اننا كنخلدوا الذكر ديالهم، وباش نبقاو كنستحضروا الاسماء ديالهم والمنجزات ديالهم والعطاءات ديالهم والنضالات ديالهم باستمرار، هي في نفس الوقت كنقدموا للجميع سواء كانوا مسؤولين او غير مسؤولين، كانوا من الناشئه ام كبارا، كنوجهوا الى انه بلادنا الحمد لله زاخره بالمنارات اللي كتعطي واللي كتنجز واللي كتكافح من اجل تنميه هذا الوطن. انا كنشكر المجلس الحالي لانه يعني رسم المقرر اللي تخدى في المجلس السابق من خلال هذا التذكار، سيما انه يصادف الذكرى العاشره لوفاه المرحوم. سي صلاح، اليوم رفعت الستار على اللوحه التذكاريه تاع السي عبد الله الشرقاوي اللي تسمى اسم شارع الوزيز بالاسم ديالو، يعني انتم كالعائله كيفاش تلقيتوا هذه المبادره؟ احنا كعائله وكمجتمع مدني لمدينه ابين جعد ديال الزاويه الشرقاويه، اللي في التأبين ديالو في الذكرى 40 بعد الوفاه ديالو كنا عملنا واحد التأبين في مسرح محمد زفزاف، وطالبنا انذاك الرئيس المعارف السابق على اساس اعطيناهم طلب على اساس انه يتم تسميه احد شوارع مدينه الدار البيضاء بتسميه الفقيد سي عبد الله الشرقاوي. والحمد لله تحقق هذا الحلم بعد 10 سنوات،
باسم ساكنة مدينة أبيل الزعد والزاوية الشرقاوية باسم جمعية أقواس وبأصدقائنا الشرقاوة الموجودين في مدينة الدار البيضاء، أتقدم بالشكر الجزيل إلى السيد رئيس جماعة المعارف سي مرشيد وإلى كل من قدم وساهم من بعيد أو قريب في هذا العمل يعني الأخلاقي، لأن أعطينا الواحد الرجل ما يستحقه، وشارع للتذكار يبقى هذا الرجل حي معنا بالروح ديالو بهذا الاسم، ومن أهم شوارع شارع الوزيز اللي تسمى باسمه. احنا فخورين جدا الفخر بهذا التسمية وبهذا التدشين.